له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم كلامنا يكون إن شاء الله في الحديث الثاني والعشرين من الأربعين النووية. الثاني والعشرون يعني هذا هو الحديث الثاني والعشرون. م. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وإنما قال رضي الله عنهما لأن جابرا ووالده كلاهما من الصحابة وجابر رضوان الله عليه من مشاهير الصحابة شهد بيعة العقبة الثانية وشهد بيعة العقبة الثانية وشهد معركة بدر وهو من الحفاظ المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طال عمره عمره فكثر عدد الذين أخذوا عنه توفي سنة ثلاث وسبعين عن أربع وتسعين سنة رضي الله عنه مم. أن رجلاً سأل عن أبي عبد الله لو سمحت عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله, صلى عليه, الله وسلم عليه وسلم فقال هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هو النعمان بن قوقل بن قوقل الانصاري وهو من من السابقين من الانصار مات شهيدا في معركه احد رضي الله عنه. م. ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأي ارايت 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 يعني ارشدني هذا معناه. أرأيت إن حصل إن كان كذا أي أرشدني يا رسول الله نعم أرأيت إذا صليت المكتوبات الصلوات الخمس المفروضات وصمت رمضان كله شهر رمضان رمضان كله كل أيامه وأحللت الحلال يعني لم أباشر عملا غير حلال اعتقدت ان ها ان اعتقدت في الحلال انه حلال ولم اباشر الا الحلال ما باشرت الحرام وحرمت الحرام اي اعتقدت في الاعمال المحرمه انها حرام ولم اباشرها اجتنبتها ابتعدت عنها ولم ازد على ذلك شيئا لم ازد على ذلك شيئا من سائر الطاعات فعلت الواجبات واجتنبت المحرمات وما زدت على ذلك شيئا من النوافل ولم يذكر الزكاه والحج لانه مات رضي الله عنهما قبل فرضهما رضي الله عنه قبل فرضهما ادخل الجنه يعني أأدخل الجنة هل أدخل الجنة أأدخل الجنة أدخل الجنة هذا الاستفهام فيه مقدر كما هو مقدر في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم حكاية عن إبراهيم فلما رأى الكوكب بازغا قال هذا ربي هذه الآية فيها استفهام مقدر ليس معناه أن إبراهيم عبد الكوكب ظن أولا أن الكوكب هو ربه لا إنما فيها استفهام مقدم مثل هذا الحديث أدخل الجنة وهناك هذا ربي هذا الذي تزعمون أنه ربي هذا معنى قول إبراهيم عليه السلام ليس معناه عبد الكوكب ثم القمر ثم الشمس لا ينكر على قومه هذا ربي هذا لا يستحق أن يكون إلها هذا يتغير من حال إلى حال المغير محتاج إلى من يغيره الرب سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك لا يجوز أن يوصف بذلك أي هذا استفهام مقدر وهنا أيضا أدخل الجنة يعني هل أدخل الجنة أدخل الجنة قال نعم قال يعني يعني رسول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني تدخل الجنه اذا اديت الواجبات واجتنبت المحرمات لو لم تاتي بشيء من النوافل تستحق دخول الجنه رواه مسلم نعم هذا الحديث رواه مسلم وغيره ورواه الإمام أحمد أيضا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر واضح في هذا الحديث شيئا من التطوعات لهذا السائل ولا نبهه على أي شيء من النوافل والمستحبات وهذا وهذا يدل على جواز تركها مع أن الشرع يدعو إليها ويحث عليها لكن يدل كلام النبي عليه الصلاه والسلام على ان من تركها ولم يفعلها فانه لا اثم عليه بخلاف الواجبات فان من تركها وخالف الى اهمالها فانه سلك طريقا غير محبوب عند الله تبارك وتعالى سلك طريقا مهلكة نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من مثلها. وأما الذي ترك النوافل فقد فوت على نفسه ثوابا عظيما، فاته خير كبير، فوت على نفسه ثوابا جسيما، ولكن لا إثم عليه، ولاجل هذا، لاجل أن في النوافل ثوابا عظيما لم ينفك السلف الصالح عن الاتيان بها، ما تركوا النوافل وما تركوا الاتيان بها والاهتمام بامرها. اما هذا السائل فالنبي عليه الصلاه والسلام وجده انه اسلم من زمان قريب فاراد ان ينبهه على الاصل الذي هو اداء الواجبات واجتناب المحرمات وعرف عليه الصلاه والسلام انه مع مرور الوقت اذا ادى الواجبات واجتنب المحرمات فانه سيقبل على النوافل وهكذا العاده اذا انسان ادى الواجبات واجتنب المحرمات وثابر على ذلك فان هذا يحمله بعد ذلك على الاكثار من النوافل والاقبال عليها وصرف الوقت والجهد فيها كما في الواجبات إنما لم يذكر له النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر للنعمان رضي الله تعالى عنه ذلك في ابتداء الأمر صونا له عن تنفيره حتى لا يحس أن الأمور كثيرة عليه إنما ذكر له عليه الصلاة والسلام الأداء الواجبات واجتناب المحرمات كما فعل مع ذلك الأعرابي الذي سأله: ماذا فرض الله علي من الصلوات في اليوم والليلة؟ قال: خمس، ماذا فرض علي الله ماذا فرض علي الله من الصيام؟ قال: شهر رمضان، ثم سأله عن الفرائض وفهم منه شرائع الإسلام، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ما فرض الله شيئا ولا أنقص منه شيئا فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام منه ذلك قال أفلح الرجل إن صدق وفي بعض الروايات دخل الجنة إن صدق وهذا يدل كما ذكرنا على أن الإتيان بالنوافل لا يشترط للنجاة يوم القيامة وعلى أن ترك فعل النوافل وعلى ان ترك فعل النوافل لا اثم فيه وليس ذنبا على الانسان وهذا من ال وهذا الحديث يدل على ان ما قاله بعض المتاخرين من ان الذي يداوم على ترك الرواتب الذي يداوم على ترك رواتب الصلوات لا يصلي ركعتين قبل الظهر لا يصلي راتبه قبل الصبح لا يصلي راتبه الصبح لا يصلي راتبه الظهر لا يصلي راتبه المغرب وهكذا الذي يداوم على ترك الرواتب دائما كل يوم قالوا هو اثم هذا كلام ضد الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بين للنعمان كما بين لذلك الاعرابي انه لا اثم عليه بترك النوافل سواء كانت من الرواتب او لم تكن من الرواتب فمن قال بخلاف ذلك فلا دليل له ولا يقبل قوله بل يرمى به في كل سهل وحزن وكان الصحابه على ان الامر كما قلنا النوافل لها منزله عظيمه في الدين لا ينبغي ان يهملها الانسان بل ينبغي له ان يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي انعم بها عليه فياتي بها ويكثر منها هذا الذي ينبغي للانسان ان يفعله وقد كان السلف الصالح يداومون على النوافل مداومتهم على الفرائض ويهتمون للنوافل اهتمامهم للفرائض وانما احتاج الفقهاء الى ذكر الفرق بين الفرض والنفل من باب تعليم الناس من باب معرفه على ايش يجب العقاب بالترك وعلى ايش يجب العقاب بالفعل وعلى ايش لا يجب العقاب بالترك وعلى ايش لا يجب العقاب بالفعل؟ وظاهر الحديث المذكور يدل على ان الاعمال الصالحه اسباب لدخول الجنه. الحديث يدل على ان فعل الاعمال الصالحه اسباب لدخول الجنه ان الانسان ينبغي له ان يعتني بفعل الاعمال الصالحه وان هذا سبب لدخول الجنه، لكن فعل العمل الصالح من الانسان لا يوجب على الله ان يدخله الجنه. العمل الصالح سبب في دخول الجنه، لكنه لا يوجب ذلك على الله، لا يجعل عمل الانسان للطاعات لا يجعل ذلك واجبا على الله ان يدخله الجنه انما يدخل الله تعالى الجنه من عمل الاعمال الصالحه مع الموت على الايمان لانه سبحانه وتعالى وعد بذلك لا لان هذا واجبا عليه سبحانه وتعالى انما الامر ان من علم الله تبارك وتعالى بعلمه الازلي استعداده للطاعه شاء له ان يطيع ووفقه للطاعه ثم اثابه عليها فضلا منه عز وجل فدخول الجنه دخول من يدخل الجنه وان كان العمل سببا له لكنه ليس سببا أوجب على الله تعالى ذلك، وإنما دخول الجنة لمن يدخلها بفضل الله تعالى ورحمته، وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، معناه ليس العمل يوجب النجاة على الله، ليس العمل يوجب نجاة العبد في الآخرة على الله، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينجو الطائعون في الآخرة بفضل الله ومنه وكرمه، لأنه وعد سبحانه وتعالى بأنهم ينجون، وليس معنى هذا من ناحية أخرى ان العمل لا اهميه له ليس معنى هذا ان العمل لا وزن له لا بل ان من شاء الله تعالى له ان يكون من اهل الفلاح والدرجات العليا في الاخره يلهمه العمل الصالح فيعمل العمل الصالح فيترقى بهذا العمل الصالح الذي يعمله وينجو بهذا العمل الصالح الذي يعمله ومن شاء الله تعالى له الهلكة يلهمه ومن شاء الله تعالى له الهلكة لا يوفقه للعمل الصالح ولا يوفقه للايمان بالله تبارك وتعالى فيهلك بسبب تركه للايمان وبسبب تركه للاعمال الصالحة اعاذنا الله تبارك وتعالى من مثل ذلك لهذا روي عن الجنيد رضي الله عنه انه قال من ظن انه يصل ببذل المجهود فمتعن الذي يظن انه يصل الى المراتب ببذل الجهد بهذا هذا يوجب وصوله هذا متعن يتعب من غير نتيجه يتعب نفسه من غير نتيجه يحصلها ومن ظن انه يصل بغير بذل المجهود فمتمن كذلك الذي يظن انه يصل الى الرتب العاليه عند الله من غير بذل مجهود من غير عمل فهذا متمن ايضا لا, لا يحصل مراده مراد الجنيد ان الانسان لا يصل الى الرتب العاليه الا بالعمل الا بالعمل على وفق شرع الله تبارك وتعالى بطاعه الله عز وجل بفعل الواجبات باجتناب المحرمات بالاكثار من النوافل لكن هذه الطاعه وهذه المرتبه لا يحصلها الانسان الا بفضل الله عمله ليس هو الذي يوجب له النجاه انما يحصل النجاه بوعد الله تبارك وتعالى للعاملين بالنجاه بفضل الله تبارك وتعالى اذا كان من العاملين المستقيمين ينجو في الاخره وهذا الكلام من الجنيد يرد ما تدعيه ما يدعيه قوم من الملاحدة انتسبوا الى التصوف وقالوا من حص من حصّل المعرفة من وصل الى درجة المعرفة سقطت عنه التكاليف من وصل الى انه صار عارفا صار تقيا وليا من وصل الى هذه الدرجة ما عاد فرضا عليه أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يحج ولا أن يجتنب المحرمات ولا أن يفعل الواجبات هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى ضلال وإلحاد ومن قال هذا فقد خرج عن الإيمان وخالف طريق أهل الصوفية الصادقين خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام وخالف كتاب الله وخالف الصوفيه الصادقين وربما احتج بعض هؤلاء بقول الله تبارك وتعالى وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يقول اذا جاء الانسان اليقين لا يعبد الله بعد ذلك يقول معنى الايه اعبد الله حتى الى ان تصير من اهل الدرجات العاليه بعد ذلك ليس فرضا عليك ان تطيعه لا ان تفعل الواجبات ولا ان تجتنب المحرمات وهذا تحريف لمعنى الايه انما معنى الايه استمر على عباده ربك كن من الساجدين استمر على الصلاه واستمر على الطاعات الى ان تموت حتى ياتيك اليقين اي الى الموت لماذا جاء في القران حتى ياتيك اليقين لانه لو قال عز وجل واعبد ربك فقط هكذا لكان من اطاع الله مره دخل تحت هذه الايه لكن قال ربنا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين معناه اثبت على الطاعه وكررها مرة بعد مرة وابق عليها إلى أن يتوفاك الله تبارك وتعالى وكون اليقين بمعنى الموت معروف في لغة العرب معروف بين أهل الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أما عثمان أي عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين يعني مات واني لارجو له الخير الى اخر ما قال عليه صلاه الله وسلامه وكان هذا بعد موت عثمان كان هذا الكلام بعد موت عثمان رضي الله تعالى عنه واجمع المفسرون بدون اي خلاف بينهم على ان معنى اليقين في الايه هو الموت وكيف يكون معنى الايه اعبد ربك افعل الطاعات الى ان تصير من اهل الولايه بعد ذلك تسقط عنك العبادات وقد قال ربنا عز وجل حكايه عن قول بعض انبيائه واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا فالنبي من الانبياء يجب عليه الصلاه والزكاه والطاعات الواجبه ما دام حيا وتسقط عن واحد مدع من اهل زماننا او ممن قبله نعوذ او ممن قبله نعوذ بالله تبارك وتعالى من مثل ذلك تحذيرا من مثل هذا الكلام وبيانا للحق سئل ذكر القشيري روى القشيري في رسالته عن ابي علي الروزباري رحمه الله انه سئل عن من يسمع الملاهي يستمع الى الات اللهو المحرمه العود والطنبور والمزمار وما شابه ذلك ويقول هي لي حلال لاني وصلت الى درجه لا تؤثر في اختلاف الاحوال لما سئل ابو علي الروزباري عن قوله هذا لهذا يقول انا وصلت الى درجه العرفان صرت عارفا ما عاد هذا يحرم علي لست كباقي الناس قال ابو علي نعم قد وصل ولكن الى سقر وصل ولكن الى جهنم ما وصل الى درجه عاليه عند الله بل وصل الى جهنم والعياذ بالله معناه هذا الكلام إذا استمر عليه إلى الموت يقوده يكون سببا في دخوله نار جهنم والعياذ بالله وفي حلية الأولياء روى أبو نعيم روى أبو نعيم بسنده أن رجلا قال أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات يعني لا يصلي لا يفعل اشياء كثيره من الواجبات والطاعات التي تحتاج الى حركه من الانسان، يتركونها من باب البر والتقرب الى الله، فقال الجنيد لما بلغ لما بلغ الجنيد هذا الكلام، قال: ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط الاعمال، معنى هذا أنه لا يصلي، لا يفعل، لا يذهب إلى المسجد، لا يفعل كذا، لا يفعل كذا، لا يفعل الأمور التي هي طاعة وأمر الله تبارك وتعالى بها، قال: وهذه عندي عظيمة، هذا قول عظيم شنيع، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا. لأن الذي يسرق ويزني ما كذب الشريعة يعرف أن السرقة حرام ويسرق، يعرف أن الزنا حرام ويزني لكنه مؤمن مسلم ما كذب شريعة الله، أما من قال هذا الكلام فقد كذب شريعة الله ورد ما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام قال أي الجنيد وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله الله أمرهم بهذه الأعمال التي يعملونها كيف يتركونها كيف يتركون ما أمر الله به بدعوى المحبة لله إنما المحبة تدعوهم إلى زيادة زيادة المحبة تدعوهم إلى زيادة العمل قال واليه رجعوا فيها فعلوه فعلوها فعلوا هذه الاعمال طاعه لله عز وجل طلبا لثوابه سبحانه وتعالى قال ولو بقيت الف عام لو عشت الف سنه لم انقص من اعمال البر ذره لا انقص من اعمال البر التي اعملها شيئا واحدا ما استطعت الا ان يحال بي دونها الا ان يمنعني مانع من فعلها وانه اي فعلي لها لاوكد في معرفتي هذا يزيد معرفتي قوه واقوى في حالي ويزيد حالي قوه ايضا يزيد حالي رقيا اترقى في هذا يقوى حالي فأترقى بهذا عند الله تعالى. الخلاصه ان الاصل في هذا الامر كما ارشد اليه السيد احمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه حيث قال: اذا رأيت الرجل يطير في الهواء او يسير على الماء أو يس إذا رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تعتبره، لا تعدّه من الواصلين، لا تعدّه من أهل الولاية، حتى حتى تزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع، حتى تزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع. اياك اذا وجدت اقواله وافعاله موافقه لشرع الله عند ذلك ظن فيه الخير وعده من الواصلين وتبرك به وانتفع به واياك والانكار على الطائفه في كل قول وفعل ولا تجعل همك ان تتبع اقوال الاولياء وافعالهم لتنكر عليهم اياك لا يكن هذا همك لا يكن هذا طريقك سلم لهم احوالهم لا تتدخل ترك لهم احوالهم هم في احوال هم ادرى بها الا اذا ردها الشرع فكن مع الشرع يعني اي حال يدعيه اي انسان مع الله تعالى اي شيء اي قرب يدعيه اي انسان من الله تعالى اي مرتبه يدعيها اي انسان عند الله تبارك وتعالى انما تسلم له اذا كان حاله وفعله موافقا لما طلبه شرع الله تبارك وتعالى وحيثما خالف شرع الله عز وجل فلا بد ان يبين له وان ينكر عليه حتى يرجع عن هذا ولو كان من كبار اولياء الله عز وجل الخلاصه ان العبره باتباع شرع الله وان الاعمال اسباب لدخول الجنه وان هذه الاسباب يجعلها الله تعالى لمن شاء من عباده ويلهم ويلهمها لمن علم بعلمه الازلي استعداده لفعلها فاذا فعلها الانسان ومات على ذلك كان من الناجين في الاخره لوعد الله تعالى بان يكون من الناجين من غير ان يكون ذلك واجبا على الله ولا فرضا عليه فان ربنا عز وجل لا يجب عليه شيء نسأل الله ان يلهمنا الاكثار من الطاعات وان يلهمنا الثبات عليها وان يجعل خاتمتنا خاتمه خير وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.